تجاهل تام من ميليشيات الحوثي في اليمن للدعوة الدولية لوقف الهجوم على مأرب نظراً للتداعيات على مختلف الأصعدة لا سيما الإنسانية منها. ولكن لماذا تصر الميليشيات الحوثية على مهاجمة مأرب؟ لمأرب مشاهدين أهمية استراتيجية، فهي تعد من أهم المحافظات الغنية بالنفط والغاز المسال، فهي عملياً خزان النفط في اليمن، ومنها كان يصدر النفط اليمني للخارج. فالإنتاج السنوي لقطاع مأرب الجوف النفطي عام 2006 وصل مثلاً لأكثر من 25 مليون برميل بنسبة 19% من إجمالي الإنتاج. أما على الصعيد الإنساني، فإن المحافظة بمناطقها المختلفة استقبلت نحو مليوني نازح فروا من مختلف أنحاء اليمن طلباً للأمن. عدد سكان المحافظة تضاعف بشكل لافت حتى وصل إلى نحو 3 ملايين بحسب مجموعة الأزمات الدولية. كما تمثل محافظة مأرب خط الدفاع الأول للحكومة الشرعية عن بقية المحافظات الجنوبية والشرقية، وأهمها محافظتا شبوة وحضرموت، واللتان تضمان موانئ التصدير الرئيسية إضافة لشبكة طرق برية دولية. كما تضم هذه المحافظة معظم القوات العسكرية الموالية للحكومة الشرعية، فيتمركز في مأرب مراكز تدريب قوات الجيش ومخازن الإمداد والتموين ومطار صافر الترابي الذي يستخدمه التحالف لإمداد الجيش الوطني اليمني بالسلاح والمعلم.